احنا شفناه في كل المباراة دائما يصعد ودائما يكون واحد من مفاتيح لعب البرازيل، بس المرة هذه ما هو قادر لان عليه شغل على الجانب اليمين. من يتقدم له؟ لويس جونزاليس، خافير زانيتي، ويدخل معاهم ماورو وتالي كثالث. كرة توصل محاولة الان للارجنتين بعرض الملعب، خافير زانيتي هذا هو ياخذها ويحاول يتقدم، خافير زانيتي ويدو يحاول يضغط عليه، الكرة توصل مرة ثانية الان لماورو تضرب القائم وفرصة كانت لتافيز، فرصة للأرجنتين. وهذا هو فوح المدرب مارسيلو بيلسا، شايف هذه هي على طول. وهذا تافيز ما كان محظوظ، تافيز ما كان محظوظ في اللعبة هذه أبدا أبدا أبدا. هذا هاينسه، هذا هاينسه، وهاينسه قد لا يلعب في الأولمبياد إذا ما أصر سير أليكس فيرجسون مدرب نادي مانشستر يونايتد على موقفه.